مهندس، الشغل هنا على الحفار ده بيتم ازاي؟ او ورد كام ورديه؟ كام عامل؟ احنا هنا طبعا عشان نختار موقع حفر ده تعاون ما بين كل ادارات الشركه الفنيه، سواء اداره الحفر، اداره هندسه البترول، اداره الاستكشاف، عشان نحدد الموقع تحت سطح الارض اللي احنا عايزين نوصل له اللي هو الزيت. بعد كده بندرس افضل مكان نحط فيه جهاز، سواء هنحفر البير بير راسي على طول او بير بزاويه، لان احنا هنا في بتروبيل معظم ابارنا نتيجه ازدحام المنطقه بالابار. عندنا اكتر من 1000 بير اتحفر هنا في عقوله بورديس. 1000 بير 70 سنه 70 سنه من الخمسينات، من سنه 53 واحنا بننتج من هنا، اللي بينتجوا منهم حوالي اقل شويه من 500 بير. لكن عشان نلاقي مكان، افضل مكان بقى وسط كل الابار دي، يعني دي اكبر منطقه غنيه بالابار. حقول بلاعين سواء بري او بحري اتحفر فيها حوالي 1000 بير. 1000 بير مش رقم كبير؟ 70 سنه على مدار 70 سنه. 70 سنه في جزء منها جزء الاحتلال ده اللي ما اشتغلناش فيه وعد، انما لما رجع منظومه العمل هنا قدرت ان هي تستعيد تاني نشاط المنطقه، وقدرنا ان احنا نوصل تنميه الحقل، سواء زي ما بقول لحضرتك هنا في بري او في بلاعين بحري. لما بتقولي تنميه الحقل يعني عملت ايه؟ تنميه الحقل يعني نشاط جيولوجي استكشافي، يعني اعادته للعمل. اعادته للعمل طبعا. احنا عندنا هنا النشاط بتاعنا كاداره حفر جزئين، ابار جديده بتتحفر وابار بنعمل لها صيانه عشان نرجعها على الانتاج او ننشطها تاني ترجع لرقم الانتاج القديم. كويس، دول النشاطين اللي احنا شغالين فيهم. حققت منهم ايه هنا؟ لا الحمد لله احنا بنحقق 100%. انا عايز اقول لحضرتك ان احنا كل سنه تقريبا في خطتنا الحاليه نحفر 15 بير حفر جديد يدخل على الانتاج، وبنعمل صيانه لحوالي 190 بير كان اداهم قل او فيهم مشاكل عشان نحطهم تاني على الانتاج، عشان احقق الخطه المطلوبه مني سنويا ان انا انتج حوالي 25 مليون او اكتر من 25 مليون برميل سنويا. انت هنا يعني انت المستهدف بتاعك او التارجت 25 مليون برميل او اكتر او اقل حاجه بسيطه. ده الرقم 25 مليون ده هو الرقم تقريبا اللي احنا بنتكلم عليه مثلا في خطه السنه دي. وبالتالي بتنشط وبتضيف. وبضيف. بتنشط وبتضيف عشان احافظ على الرقم او ازوده. السنه دي 22 خطتك تضيف كام؟ في حدود ال 25 مليون برميل ان شاء الله. السنه الجايه 2023 في احتمال ان يزيد بريمه فيزيد عدد ابار، وممكن يبقى في نشاط استكشافي جديد. يمكن حضرتك تستغرب لما اقول لحضرتك نشاط استكشافي في منطقه بقى لها 70 سنه. لا زالت حقول بلاعين بتطلع لنا مفاجات، ولا زالت قادرين نعمل فيها ابار استكشافيه ونزود الانتاج. ايه المفاجات الساره اللي انت متوقعها في العام 22 23؟ ان احنا نحقق الخطه زي ما احنا اتكلمنا في 25 مليون وان احنا النشاط الاستكشافي يضيف لنا ابار جديده، يفتح لنا مكان جديد. البريمه الثانيه هتبقى فين؟ لا احنا عندنا هنا بريمتين اصلا لشركه اي دي سي، ودي بالمناسبه شركه مصريه 100%. عندنا جهازين حفر وعندنا جهاز في البحر تابع لشركه شيلف، هم دول اللي شغالين معايا دلوقتي. لكن معايا 10 براريم اصلاح او صيانه ابار بريمات سواء في البحر او في اللاند، دول شغالين معايا برضو. فالمجموع اللي معايا 13 جهاز حفر. 13 جهاز حفر وصيانه ابار. عندك تصور لزيادته في 2023؟ قد يزداد في اللاند. تعرف حضرتك الخطه دايما بتيجي تتحط قبلها مظبوط مع الشريك الاجنبي، بنشوف امكانيه ان احنا نزود جهاز تاني. في كلام ان احنا ممكن نزود جهاز او نبقى زي ما احنا عشان نوصل ان شاء الله 25 مليون برميل سنويا. ده رقم مرضي من هنا لحقل بقاله 70 سنه بينتج. انت عارف حضرتك الحقل ده عامل زي البالونه اللي انت عمال تستنزف فيها، فالضغط جواها هيقل. كويس، فبعد 70 سنه بطلع 25 مليون برميل في السنه، فده تحدي. يعني تحدي كبير جدا، تضافر كل الجهود هنا الفنيه سواء الانتاج او الحفر، حقن الميه عشان ازود الضغط تاني في الخزان عشان اعرف بعد 70 سنه اوصل انتاج. بالمقارنه الحقل هنا وحقول اخرى في سيناء، يعني المقارنه بتقول ايه؟ احنا هنا بنقابل تحديات في الحفر سواء في سيناء او في الساحه الغربيه او في متريا يمكن اصعب من اي مكان تاني. اشمعنى؟ تحديات فنيه، حقل قديم الضغط فيه انخفض بيعمل لي مشاكل كتير، بضطر ان انا استخدم اعلى تقنيات الحفر في العالم سواء في الحفر المائل او في انواع الطفل عشان اقدر ان انا اقدر احفر ابار في ضغوط منخفضه، بقت خزانات الضغوط فيها منخفضه. تحديات لوجستيه، لان زي ما بقول لحضرتك انا بشتغل في البحر لازم يبقى عندي قواعد، بخدم على القواعد البحريه اللي عندي،
سواء بالمراكب الوحدات البحريه او عارف حضرتك هنا في سيناء في ليها طبيعتها الامنيه الخاصه بيها، في تنسيق عالي جدا مع كل الجهات عشان اقدر ما اقفش دقيقه، لان الدقيقه هنا الساعه هنا ب $2000. الساعه اللي اقفها على البريمه هنا ب $2000. دي البريمه دي تكلفه الحفر يوميا $50,000 تقريبا. يوميا؟ يوميا. يعني الساعه واقف عليك ب داخل في $2000. واخد حضرتك زائد او ناقص. عندك كم بقى شاب بيشتغل هنا او كم مهندس وفني وعامل بيشتغل هنا؟ حضرتك هي منظومه عمل اللي تابع للمقاول الاي دي سي هتلاقي حضرتك في حدود من 80 ل 100 كويس، لكن عندي مقاولين الحفر تابعين للشركات اللي هي شركات الخدمات كلها، ممكن نوصل على حسب بقى نوع ايه النشاط اللي انا بعمله دلوقتي، ممكن يبقوا 10 ممكن يبقوا 30 على حسب. مستقبل مصر في الزيت ازاي وانت شايفه ازاي؟ هو انا مش لا انا لا أنا بس لا انا بقول لك من خلال معلوماتك هنا هقول لحضرتك معلومه. مصر سنه 90 كان الاحتياطي بتاعها بيتكلموا في حوالي 4-5 مليون مليار برميل. مليار برميل خلص. عدت السنين والرقم لازال ثابت تقريبا. ايه اللي بيخلي الرقم ثابت او بيزيد؟ الاكتشافات الجديده، نشاط الحفر، نشاط الحفر اللي بيحافظ على انتاج زي الاكتشافات الجديده زي ما حضرتك قلت. فهو ده اللي مخلينا مكملين والارقام بتزيد، لان الارقام ديناميكيه في البترول. حضرتك هتجيلي لو حضرتك سالتني السنه الجايه هقول لك رقم تاني، السنه اللي بعديها اقول لك رقم متغير. تاني متغير طبعا متغير طبعا بصور العالم كله. دايما الفيلد كل ما تحفر اكتر كل ما تنتج كل ما تعمل قياسات للضغوط بتاعتك وتعمل ابحاث صح تلاقي الارقام الرقم يتغير معاك كل ما التكنولوجيا الجديده تطلع. انت عارف حضرتك هنا الفيلد مثلا احنا الزيت بنطلع 20% تقريبا من الزيت اللي تحت، ده طبيعه الزيت ملتصق بالصخور عشان اطلعه 20%، تطلع تكنولوجيا جديده تخلينا نطلع 30%، تخلينا نطلع 40%. وهنا الحمد لله بترول بلاعين والحفر تحديدا التكنولوجيا اللي احنا بنستخدمها هي الاعلى على مستوى العالم. اللي هنا هو اللي في امريكا هو اللي في اوروبا. انا لامس في صوتك امل. ان شاء الله.